احلى حاجة بسطاني اني لا انتظر مقابل او رد، من يقبل يقبل ويرفض يرفض، انا قد تسامحت طبعا. وليلة حلوة الاهل طلع فيها من عنق الزجاجة طبعا. فكيف تتواءم كلا الامرين؟ واعتقد ان ليلة سعيدة للاهلوية. اكيد اكيد النهاردة بارقة امل كبيرة جدا جدا للنادي الاهلي وفوز عظيم فوز كبير جدا. الناس بتتكلم على الاداء، انا مش مطالب بالاداء دلوقتي، انا النتيجة عندي اهم من اي اداء. النادي الاهلي مش مطالب باداء لان خارج من اعداد، اعداد فيه حمل تدريبي وعشان يوصل لفورمة معينة، مش مطالب ان لعيبة النادي الاهلي انها تأدي 100% في اول لقاء رسمي ليها، لانها اللعيبة ديت لسه ما دخلتش في اجواء لياقة المباريات، واللعيبة مفتقدة لبعض الحساسية، في مس باص كتير، في تحرك بطيء شوية في نص الساعة الأولى، في بالظبط كده. يعني قعدنا فترة كبيرة لغاية ما النادي الاهلي دخل في اجواء المباراة، وكان ممكن النهاردة ينهي هذا اللقاء بستة سبعة جوال. يعني استعادة الروح، استعادة الامل بشكل كبير جدا، تبوأ المركز الثاني النادي الاهلي النهاردة بالفوز ده، هوت كان فوز مهم جدا جدا جدا، وخصوصا ان في جهاز جديد يا كابتن ضيف. مظبوط. لسه بالظبط كده، لسه كنت هقول كده يعني بالظبط، لسه ما وضعش ايده بشكل قوي على مناطق على المناطق اللي هو هيبص عليها. يعني برضو ما تعرفش على اللعيبه بشكل كبير جدا فنيا. فانا اعتقد ان النهارده مكسب كبير جدا على كل المستويات. دفعه قويه جدا للمدرب، ما فيش شك، وللجهاز الفني. دفعه قويه جدا للاعبين. وعلى فكره بالرغم من ان انا بقول لك ان لسه ما دخلوش فورمه المباريات ولياقه المباريات، لكن كان في اداء جماعي النهارده بشكل جيد جدا كتير، يعني اوقات كتيره جدا، خصوصا الشوط الثاني كان فيه يعني اداء جيد جدا، كان فيه جماعيه اللي بيمتاز بها النادي الاهلي. فانا شايف ان النهارده ماتش المفروض الجميع يسعد بيه، اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي الأهلي وكابتن خطيب اللي كان موجود النهاردة في المقصورة، وكل مجلس الإدارة طبعا. وتمنياتي المباراة القادمة صعبة جدا برضو، محتاجين طبعا طبعا، لكن النادي الأهلي معودنا على أنه في الوقت الصعب بيقدر يتعامل، ولاعبته عندها الخبرات الكبيرة جدا اللي تقدر تتعامل معها.